احنا النهارده موجودين في المؤتمر الحقيقه عشان نوضح للناس ونبقى متفاعلين دايما مع جمهور الكره المصريه وكل المعنيين بالصناعه، ونوضح ايه اللي تم خلال اول 3 جولات في الدوري الممتاز للموسم ده، وايه ان شاء الله اللي احنا مكملين عليه لبقيه الموسم. وهنبقى حريصين دايما على التواصل المباشر مع الناس، وتبقى الامور بالنسبه لنا واضحه وبشفافيه كامله. يعني هي الحمد لله ان مع بداية الدوري كان قرار عودة الجمهور، وهنا هي الرابطة لما تقدمت بمشروع عودة الجمهور وهو غائب عن المدرجات بقاله اكتر من 9 سنين، ولازم هنا فعلا نتوجه بالشكر لكل مؤسسات الدولة المصرية اللي استجابت لده، ويعني اخذت هذا القرار بناء على الطلب والدراسة اللي قدمتها الرابطة. في ملف دايما كده بيكون مقلق ان انت تتكلم فيه، او يعني بيبقى الناس حريصة قوي فيه، وكان فيه يمكن بعض المشاكل الكتير اللي تخص الأندية في المواسم اللي قبل كده، وهو ملف الرعاية وملف حقوق الأندية والالتزامات اللي على الأندية وصعوبة ان هم يقدروا يمشوا فرقهم يعني. ولكن الحقيقة الرابطة كالعادة خدنا قرار في مجلس الإدارة بأن احنا برغم ان ما كناش طرف في بيع هذا الحقوق، وما كناش طرف في العقود اللي قبل كده، ويمكن ان شاء الله هنكون طرف بعد لائحة النظام الأساسي وإقرارها من 18 نادي، ولكن تدخلنا في ده، ودخلنا في مفاوضات مع شركة بريزنتيشن وهي الشركة الراعية واللي معها الحقوق الأندية، وابتدينا في جلسات مطولة مع ال 18 نادي، وده كان بالنسبة لنا الحقيقة حاجة مهمة جدا، وكان عندنا إصرار، وتمت الاجتماعات دي ما بين الرابطة ومجالس إدارات الأندية ومجلس إدارة شركة بريزنتيشن الجديد. والحقيقة إن أنا يعني أحب أوصل لحضرتك الخبر ده، إن إحنا بالفعل تم الانتهاء من المفاوضات مع 17 نادي، 17 نادي من الدوري، واخذوا اول دفعه او الدفعات المقدمه، واتعمل جدول مالي هيمشي عليه بحيث ان احنا بنهايه الموسم هيكون جميع انديه الدوري واخده جميع مستحقاتها. الحمد لله النتائج اللي الناس كلها شايفاها والجمهور المصري كله شايفها الحمد لله. واحنا اول ما تواجدنا في الرابطه كمجموعه كان كل هدفنا ان احنا نرجع قيمة الدوري المصري لسابق عهده، ومش هقول نوصل للدورات الأوروبية، لا نرجع للأول، بس نرجع للمكانة اللي احنا كنا فيها. والحمد لله يمكن البداية كانت موفقة من تصوير لجدول منتظم، لأن كمان الظروف ساعدتنا، مباراة الزمالك والأهلي جت، أو الأهلي والزمالك جت في الأسبوع الثالث، لأن الموافقات الأمنية جت الحمد لله، إن يبقى في جمهور، فدي كلها عوامل الحمد لله الحمد لله خلت شكل الدوري بشكل جيد، وساعدتنا الحمد لله ان احنا نستمر في اللي احنا بنحاول نوصله ان شاء الله. يمكن النائب احمد دياب والمجموعه كلها بذل مجهود كبير جدا الفتره الاخيره في حاجات تخصنا وحاجات ما تخصناش. يمكن ملف الحقوق الانديه او الحقوق الرعايه احنا ما كناش طرف فيها، لكن واجبنا تجاه الانديه ان احنا نحاول نوفر الانديه حقها او حقوقها يعني المتاخره، والحمد لله ده الحمد لله كرابطه قدرت تعمله، ان الانديه بدات تاخد اجزاء من مستحقاتها، وعلى نهايه الموسم ان شاء الله كل الانديه هتكون واخده جميع مستحقاتها ان شاء الله. بالظبط، يمكن التحكيم مش تبع اتحاد الكوره، لكن في الاخر احنا بعتنا خطاب كرابطه للجنه الحكام ان الحكم بعد المباراه ما يصرحش باي حاجه ليها علاقه بفنيات، ليها علاقه باللقاء، يعني ممكن يبقى الكلام كله حاجات كلها اداريه، لكن اي فنيات في المباراه لأن دي بتعمل بلبلات.